إذن مشاهدينا، سنرحب بضيفي محلل أسواق الأسهم الأستاذ رائد الخضر الذي انضم معنا من دبي عبر خدمة السكاي. مرحبا بك أستاذ رائد. سنتحدث بداية عن نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. بالنسبة للمستثمرين، المستثمرين استوعبوا محاضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أبريل والتي ألمحت إلى التفكير في تقليص برامج شراء الأصول في الاجتماعات القادمة. بالنسبة لك أستاذ رائد، كيف تحلل نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؟ لنكون أكثر دقة، أظهر محضر اجتماع الفيدرالي أو المنتس التي ظهرت من الفيدرالي الأمريكي يوم أمس أن هناك بعض الأشخاص داخل اللجنة المفتوحة الفيدرالي الأمريكي يتوقعون بأنه التحسن والتعافي مضطرد وأن هناك ضرورة للبدء بالتابرينج أو عملية تقليص شراء السندات. هذا النقطة يعني سببت، بعد أن كان الإعلان المبدئي على أن التضخم الذي قد حدث وارتفع من مستويات 2.4 إلى 4.2% وهو ارتفاع ضخم، اعتبره الفيدرالي على أنه ارتفاع مؤقت وبالتالي سوف لن يكون تأثيراته، وهي عبارة عن يعني، وأعلن عن توقعه إلى أن سلاسل الإمداد سوف تعود للعمل مجددا دون أي إشكالية، وسوف لن يتؤثر ذلك على بيانات التضخم بشكل حاد، وبالتالي يتوقع أن يعود التضخم للتراجع بعض الشيء، وهو كان السبب الوجيه والأبرز الذي قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى التعجل في عملية رفع أسعار الفائدة الذي كان قد سبق وتوقعها في العام 2023. ولكن بعض الأشخاص كما ذكرنا يعني بعد أن صدرت البيانات كذلك من الفيدرالي أنه الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيد عن مستهدفاته وأن التضخم ارتفاعه مؤقت، انخفض الدولار الأمريكي بشكل واضح، ومن ثم ظهرت معلومة من ضمن محضر الاجتماع الفيدرالي أن بعض الأشخاص داخل الفيدرالي الأمريكي يتوقعون أن التعافي مضطرد وسريع، فعادت مجددا للأسواق أوفر أكتينج أو عبارة عن تضخيم لهذا الحدث، ولكن هذا لا يمنع من أن الفيدرالي الأمريكي مصمم على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة ممتدة وبرامج شراء السندات كما هو حتى العام 2023، حتى وهذا من شأنها أن يبقي الدولار الأمريكي تحت الضغط، وقد تكون مستويات 88 مؤشر الدولار الأمريكي هي المستويات المستهدفة في الانخفاضات القادمة، وبالتالي عودة لارتفاعات كل من الذهب واليورو ومعظم العملات أمام الدولار الأمريكي مجددا، وتجاوز القمة التي كان قد رسمها يوم أمس بفضل التذبذب الحاد. إذا ما استمر الاقتصاد في وتيرة سريعة نحو التنامي، هذه الأمور ألا تدفع يعني المجلس الاحتياطي لإجراء تعديلات أو تغييرات نوعا ما بما يتعلق بوتيرة شراء الأصول؟ يعني أعتقد هي وتيرة شراء الأصول أو التابرينج أو عملية تقليص برنامج شراء السندات التي ينظر الجميع إلى موعد تحقيقها. أعتقد هذا التعافي السريع هو ليس إلا يعني بفضل السيولة الرخيصة التي يتم ضخها في الأسواق، وعودة افتتاحات الأسواق المغلقة سببت قفزة وفورة من مستويات كانت جدا صفرية ومتدنية بالنسبة لدرجة نمو الأعمال إلى ارتفاعات حادة، وهذا ما سبب التضخم الآني أو اللحظي المرتفع الذي نراه حاليا. وبالتالي ما يحدث حاليا من قبل الفيدرالي الأمريكي هو عملية تريث وإبطاء كبير في اتخاذ قرار تشديد السياسة النقدية، تماما كما حدث قبل أن تكون هناك البانديميك أو الجائحة التي نعيشها بسبب كورونا. كان هناك الفيدرال الأمريكي يتجه إلى تشديد السياسة النقدية بعد يعني الأزمة المالية العالمية التي حدثت، يعني تأخر كثيرا على أيام جانت يلين في تتبع رفع أسعار الفائدة ولم يستطع رفعها أكثر من مستويات 2.4%، ومن ثم عادت الأزمة لتضغط على الاقتصاد الأمريكي ليعود فيها إلى مستويات الشريحة الصفرية. بالتالي بالنسبة للتابرينج أو برنامج شراء الأصول هو مطلوب وهو حيوي وهو يعني ضروري جدا للاقتصاد الأمريكي على الأقل حتى العام القادم 2022. طيب أستاذ رائد، بالنسبة لقياس معدلات البطالة الأسبوعية، إذا ما انخفضت هذه المعدلات على مدار الأسبوع تلو الأسبوع الآخر، كيف تؤثر على هذا الموضوع، موضوع التضخم وأيضا موضوع شراء الأصول، ولو نشرحها أكثر للمشاهدين أيضا؟ بلا شك نحن ننظر إلى الموضوع أنه
أهم تقرير ينتظر من الاقتصاد الأمريكي هو تقرير العمل والذي ننتظره في أول يوم جمعة من كل شهر. أظهر هذا التقرير في قراءته الماضية عن الشهر المنصرم أنه في عندي بشكل واضح ارتفاع في معدلات البطالة. ماذا يعني ذلك؟ حتى لو كان في عندي أنا انخفاض في أعداد طلبات الإعانة ضد البطالة الأمريكية الأسبوعية، وهي البيانات التي تصدر كل أسبوع، كم في ناس تأخذ أموال لأنها عاطلة أو باطلة عن العمل، يوجد تراجعات محدودة، ولكن عودة الاقتصاد الأمريكي للمستوى الذي كان عليه قبل الأزمة يعني لا يزال بعيد نسبيا، ولا يزال من فقد العمل فعليا في الاقتصاد الأمريكي ما قبل الأزمة يعني شريحتهم كبيرة مما بالمقارنة مع الفترة ما قبل الأزمة. وبالتالي ما يحدث حالياً هو انتظار لعودة معدلات البطالة بالانخفاض أكثر، يعني نحن نتحدث عن مستويات يعني متدنية نسبياً دون 3%، ولكن ما ينظر إليه أكثر هو معدل نمو الأجور، أن يكون هناك ارتفاع في معدل نمو الأجور بأكثر من مستوى التضخم حتى يكون هناك نمو حقيقي في الاقتصاد الأمريكي، وليس عبارة عن تعافي من سيء إلى أفضل قليلاً. هذا ما ينظر إليه، يجب أن يكون هناك ارتفاع في معدلات نمو الأجور بالمقارنة مع مستويات التضخم حتى يكون هناك عودة إلى أساسيات الاقتصاد. الآن يملأ الاقتصاد الأمريكي الحفرة أو التراجع الحاد الذي حدث بفضل أو بسبب البانديميك أو الجائحة وإغلاقات الإجبارية للاقتصاد الأمريكي. نحن عم نتحدث على معدلات بطالة جدا يعني نسبيا تعتبر مرتفعة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي الذي كان يتمتع بمعدلات بطالة كانت قد وصلت إلى 3%. الآن نحن نتحدث عن مستويات 12-13%، وهي مستويات ما كانت عليه أوروبا عندما كان الاقتصاد الأمريكي عند مستويات 3%، وهو في عملية تشغيل كامل لسوق العمل الأمريكي، لا يزال بعيد نسبيا عن هذا الأمر. وحتى وإن وصل مستويات البطالة الانخفاض سيبدأ النظر إلى معدلات نمو الأجور أنها ترتفع بأكثر من مستويات يعني انخفاض البطالة نسبيا، عفوا التضخم، التضخم يرتفع لكن الأجور يجب أن ترتفع بوتيرة أعلى حتى يكون النمو حقيقي. وأيضا هناك نقطة هامة أن الشركات متضررة بخطة بايدن الجديدة التي سوف تسبب رفع في مستويات الضرائب، وبالتالي هي لا تقدم على عملية التوظيف بشكل سهل. طيب أستاذ رائد، سنتحدث عن موضوع التداولات في العقود الأجل للأسهم الأمريكية، يعني هي تقريبا لليوم الثالث على التوالي في انخفاض، وهناك حركة تذبذب وتقلبات جدا في السوق، البعض يرجعها إلى الانخفاض الكبير في البيتكوين، ما رأيك بهذا الطرح؟ يعني نسبيا يعني لا يزال سوق البيتكوين كبير جدا، وكان قد وصل بالماركت كاب الخاص به إلى حوالي تريليون دولار أمريكي، انخفض إلى ما يقارب نصف هذه الكمية حوالي 500 مليون، ونحن نقارنه بسوق يعني كبير جدا وهو سوق الذهب الذي يكثر فيه اما التداولات الاجله او التداولات الفيوتشرز وكذلك السبوت وكذلك التداولات الفعليه او الفيزيكال، وبالتالي يوجد اوجه كثيره لتداول اسواق الذهب او للذهب تحديدا، وبالتالي عمليه ربط سوق ذهب او سوق الاسهم الاجله في البيتكوين هي نوعا ما يعني محض صدفة في الوقت الراهن. الذهب يتحرك ويعني درجات التحرك كبيرة جدا، ولكن إذا أردنا أن يعني ندخل إلى حالات فردية أو يعني حالات أكثر يعني خلينا نقول عمقا، فإن من كان يمتلك بيتكوين في عند مستويات مرتفعة ومع هبوط البيتكوين لا يرغب بأن يكون هناك يزج في نفسه في أسواق الأسهم، لأنه يرى أن الفدرال الأمريكي متجه إلى عملية التابرينج أو التقليص، وبالتالي ذلك سيسبب ضربة، اتجه إلى ملاذات آمنة في الوقت الراهن. وأيضا في عندي توترات سياسية في عدة مناطق حول العالم تضغط على أداء الأسهم، وبالتالي انتقل من بيتكوين عالي مخاطرة إلى أقرب يعني مأمن له وهو الذهب، ولكن ارتفاعات الذهب التي شاهدناها هي بمنأى عن
يعني البيتكوين بشكل واضح. ولكن أستاذ رائد، يعني ربما تغريدة إيلون ماسك دفعت بجميع المستثمرين في البيتكوين إلى البيع الأصول لديهم فيما يتعلق بهذه العملة، أكثر من نصف تريليون هي خرجت من السوق العملات المشفرة. يعني هل من المعقول أن تغريدة واحدة لإيلون ماسك دفعت بهذه عمليات البيع الكبيرة والضخمة جدا، وأثرت أيضا على أسواق الأسهم الأمريكية وعلى المؤشرات الأمريكية الثلاث؟ دعنا نقول أن سوق هذا أو سوق العملات الرقمية إجمالا لا يزال، يعني بالإنجليزية يقال فراجايل أو هش أو ضعيف، ويتقلب بشكل حاد جدا. ما يحدث فعليا هو بعيد كل البعد عن حقيقة العملات الرقمية، وهي ارتباطها باللامركزية أو decentralizing. اللامركزية أن لا تكون مرتبطة بكيان أو بهيئة أو بمصرف مركزي تماما، أو ما إلى ذلك. ولكن ما يحدث على الأرض هو اتباع الأشخاص لأقوال بعض المستثمرين. ولكن إذا وضعنا تغريدة إيلون ماسك والهبوط الحاد، هل وصلت البيتكوين إلى الصفر؟ هل ما رفع البيتكوين أساساً إلى مستويات 67,000 هو فقط إيلون ماسك؟ لا أعتقد ذلك. طبعاً طبيعة هذه العملات هي حادثة التقلب بشكل كبير جداً، وبالتالي كان هناك عزوف وعملية بيع قوية، ولكن نكرر يوجد مضاربين كثر في العملات الرقمية واستغلوا التقلبات الحادة. الكثير منهم ما أن لامس البيتكوين مستويات 30,000 دولار عادوا لدخول مجدداً بعمليات شراء مضاربية بحتة، أوصلت البيتكوين إلى 39,000 دولار خلال الليلة نفسها التي هبط فيها في ساعة حوالي 8 إلى 9,000 دولار البيتكوين. وبالتالي هذا يوضح طبيعة هذه العملات الحادة التقلب والمضاربية بشكل كبير جدا، ولكن لا يلغي حقيقة وجودها ولا يؤثر على يعني ما سبب أو الغرض الرئيسي من تواجد هذه العملات، وهو الخروج من اللامركزية، الخروج من عباءة التنظيمات الدولية وما إلى ذلك. وبالتالي أهداف بقائها لا تزال موجودة، قد تكون مبالغ في تقييمها في الوقت الراهن ساعد إيلون ماسك وغيره في دفع هذه العملة إلى الارتفاع أو العملات الرقمية للارتفاع بشكل كبير. وقبل أن أذهب لايف معكم، كان هناك تغريدة لإيلون ماسك وهي ورقة من فئة الدولار الأمريكي عليها شكل عملة الدوجي، ويعني في تلميح أن عملة الدوجي سوف تصل إلى مستويات الدولار، وهي كانت يوم أمس قد وصلت إلى 0.22 بعد أن كانت عند مستويات ما يقارب 0.67. بالتالي هذا أيضا يحرك هذه العملات بشكل حاد، ولكن الغرض منها موجود. وعودة سريعة للبيتكوين، نحن عنا ننتظر أن يكون استخراج كامل ل 20 مليون وحدة نقدية من وحدة من البيتكوين. لدينا 18 مليون تم استخراجها أو تعدينها أو عملية يفكر الشفرات الخاصة بها، بقي مليونين، وهذه هي الكمية المتواجدة في العالم. فإذا رأينا إلى ما يقارب 2400 محفظة فوق مليون دولار تمتلك بيتكوين، فهذا معناه أنه لا يزال هناك العديد يرغبون باقتناء هذه العملة ويوجد المجال مفتوح. فقسم 20 مليون على العديد من المليارديريين الموجودين في العالم أو المستثمرين في العالم والذين بإمكانهم شراء العشرات من حبات البيتكوين. طيب هل يكون هذا الهبوط هو نهاية يعني نهاية الصعود الذي صعدته عملة البيتكوين تحديدا أستاذ رائد، خاصة أن يعني تسلا وغيرها من الشركات التي تستثمر بمليارات الدولارات في البيتكوين وتحديدا البيتكوين هي لم تبع رصيدها من البيتكوين أيضا؟ يعني خلينا نقول أثبت البيتكوين والعملات الرقمية أنه لا يمكن البت أبدا بأن كل هبوط أو عملية تصحيح حادة قامت بها هي النهاية، وإنما هي بداية لارتفاعات جديدة. فبلا شك يوجد ارتفاع جديد، ولكن السؤال الأبرز هل ما وصل إليه من مستويات متدنية البيتكوين هو الحد الأدنى لعملية التصحيح هذا؟ هل توقفنا عند مستويات 30,000 دولار كنزيف في هذه العملة بعد أن وصلت إلى 67,000 دولار؟ أعتقد فنياً نحتاج إلى تماسك فوق مستويات 30,000 دولار.
وهذا التماسك مع أي عودة فوق مستويات 45 ألف دولار وفق التحليل الفني هذا يفتح المجال إلى قمة أعلى من 67 ألف. متى يكون ذلك أستاذ رائد؟ متى يكون ذلك؟ عند نهاية العام مثلا، نهاية العام الحالي؟ باستخدام أدوات التحليل الفني الموجودة بين إيدينا نحن نتوقع أن يكون هذا الارتفاع قبل يعني نهاية العام الحالي بلا شك أن نتجاوز مستويات 67 ألف، ولكن مشروطة بثباتنا على الأقل أسبوع فوق مستويات 33 ألف دولار، 30 إلى 33 ألف دولار للبيتكوين، واختراقنا لمستويات 42 ومن ثم 55 ألف دولار للبيتكوين. عندها القمة السابقة 67 ألف سوف تكون من أسهل ما يكون ليتم اختراقها وتجاوزها قرابة 100 ألف دولار، ممكن أن نراها حتى قبل نهاية هذا العام. طيب أستاذ رائد، لنتحدث عن موضوع آخر، هو موضوع النفط. النفط يعني يتحسن سعره تقريبا، الأسعار بالخامات العالمية هي صاعدة. كيف تنظر إلى سيناريو الاتجاه الصعودي لأسعار النفط؟ ربما يكون بسبب نفاذ المخزون مثل ما حصل في الولايات المتحدة بسبب أزمة البايبلاين. يعني نحن في عنا مشكلة مهمة جدا فيما يتعلق بالنفط. يعني لولا وجود أوبك بلس ولولا الاتفاق النسبي والضمني الذي يحافظ على يعني تحجيم المعروض أمام الطلب الضعيف نسبيا والذي لا يزال دون المتوقع، أعتقد ممكن أن نشهد مستويات مستقرة متدنية دون 20 دولار للبرميل على الأقل. ولكن ما يحدث فعليا هو تماسك أسعار النفط فوق مستويات حتى 60 و61 دولار للبرميل بفضل مباشر لعملية تسقيف الإنتاج أو تحجيم الإنتاج التي تتم من قبل أوبك بلس. كان عندنا تصريحات من الجانب الإيراني بأنه ممكن جدا على الصعيد الدبلوماسي أن يكون هناك رفع للسانكشنز أو العقوبات على تصدير النفط الإيراني، وهذا سبب التراجعات لـ WTI خام غرب تكساس بشكل مباشر من قرابة 64-65 دولار للبرميل، الآن يتجاوز عند 62 دولار للبرميل وقد يكسر دون مستوياتها نحو 60 بعد أن كان قد حافظ على هذه الارتفاعات قرابة شهر كامل فوق مستويات 60 دولار للبرميل. بالنسبة لنفاذ المخزونات والتفاؤل بعملية الطلب الجديد على النفط، أعتقد المعروض النفطي موجود ليغطي هذا الطلب بشكل مباشر، وسوف يكون هناك تعديلات حتى من قبل أوبك بلس لاحتواء هذه الزيادة أو الطفرة في الطلب، وبالتالي سوف لن يسبب ذلك يعني فورة في ارتفاع الأسعار فوق مستويات 70 دولار للبرميل، وبالتالي كما كانت يعني أو معظم المستثمرين يمنون النفس. أعتقد النفط سوف يبقى مستقر في منطقة بالنسبة لخام غرب تكساس يتداول ما بين 58 دولار للبرميل وصولا إلى 65 دولار للبرميل. أعتقد هذه المنطقة التي سوف تستقر عندها الأسعار مهما كانت من تغيرات التي سوف نراها في الفترة القادمة، ولكن أي شذوذ عن اتفاق أوبك بلس ممكن جدا أن يسبب سلبا تراجعات لأسعار النفط دون مستويات 58 دولار للبرميل. طيب أستاذ رائد، الأزمة التي تمر بها الهند يعني ألا تؤثر أيضا على أسعار النفط، خاصة أن الهند هي أكبر يعني ثاني أكبر المستوردين لخام النفط؟ يعني نحن بلا شك الطلب الضعيف هو أكبر مخاوف النفط في الفترة الحالية، والضغط الذي شهدناه مع وجود الأزمة ومع وجود الفيروس في الهند والسلالة الجديدة في الهند وكورونا تضرب بقوة في الهند، مع ذلك لم نشهد WTI دون 60 دولار برميل. إذن يعني يوجد تفاؤل ضمني. ليش؟ لأنه في عندي كمان اقتصادات الأوروبية تمكنت من فتح أبوابها مجددا، يعني الاقتصاد البريطاني عاد إلى فتح المطاعم والمحال، الاقتصاد الفرنسي كذلك الأمر مقبل إلى هذا الأمر، الإسباني مؤخرا فعل ذلك. إذن العديد من الدول تخرج أيضا من الإغلاقات الاقتصادية ومن الكيرفيوز ومن حظر التجول وما إلى ذلك، بالتالي ذلك سبب تفاؤل ودعم حقيقي وزاد الطلب، غطى نسبيا على ضعف الطلب الذي يحدث في الهند والذي بدأ يعني يعود مجددا، لأن هناك في تحسن في الأرقام في الهند بعد أن كانت سيئة جدا. ولكن ألا يؤثر أيضا على نمو الاقتصاد العالمي وبطء نمو الاقتصاد العالمي الأزمة التي تمر بها الهند تحديدا؟ أيضا يعني الهند هي تصنع لقاح على أراضيها وهي تعداد سكاني هائل، طلب هائل على النفط. هذه الأزمة التي تمر بها الهند ألا تؤثر أيضا على بطء نمو أو تعافي الاقتصاد العالمي؟
يعني خليني أكون أكثر دقة في هذه النقطة. عندما نتحدث عن النمو الاقتصادي العالمي فهو فضل كبير يكون إلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من الهند، على الرغم من أن الاقتصاد الهندي هو اقتصاد كبير وضخم، ولكن ما يتم في الصين من ارتفاعات حادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي وكذلك ما تم تقديمه من بيانات في الولايات المتحدة الأمريكية كفيل بأن يحافظ على مستويات نمو عالية جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي، ولكن هذا النمو بعد أزمة، هذا النمو يجب أن يكون أكثر من ذلك حتى يكون الخروج فعليا من الأزمة. وبالتالي الاقتصاد النفط تحديدا يحتاج إلى يعني ضعف هذه الأرقام أو على الأقل عامين على الأقل من التحسن الإيجابية حتى يعود الطلب إلى الارتفاع، ولكن لا ننسى أن النفط مقيم بالدولار الأمريكي، حتى يحدث ذلك سوف يكون هناك تابرينج ورفع في أسعار الفائدة وبالتالي عودة ارتفاع في قوة الدولار الأمريكي المقيم للنفط، وهذا يمنع ارتفاعاته بشكل حاد. بالتالي من كان يتحدث عن أن النفط قد يرتفع فوق مستويات $100 للبرميل يعني فنيا وبالأرقام إن صح التعبير صعب أن يتحقق ذلك إلا إذا كان هناك فورة قوية جدا في الطلب مع محدودية في المعروض، ممكن أن يكون هناك يعني ضغط بالاتجاه الصاعد وأيضا في نفس الوقت ابقاء على الدولار الأمريكي متراجع ومنخفض، وهذا أمر صعب تحقيقه يعني بلغة الأرقام أو بلغة الواقعية والاحتمالات احتمالات ضعيفة جدا. بالتالي ما أقصى التوقعات أن يحقق تحسنات إلى مستويات $75 للبرميل على مدار العام الحالي، ممكن نصل إلى هذه المستويات وصولا إلى مطلع العام القادم. طيب بخصوص الذهب أستاذ رائد، يعني كان الذهب في حالة هبوط نوعا ما، وصل لحاجز 1700، المحللين كانوا يتوقعون نزوله أكثر من ذلك، لكن الآن زاد الطلب على الذهب وأيضا صعدت الأسعار، يعني 1800 هناك توقعات أيضا بصعود أكثر من ذلك نتيجة يعني خشية من التضخم ومشاكل هبوط مؤشر الدولار. كيف من الممكن أن نحلل هذه الزيادة على الطلب على الذهب بالمقابل مع هبوط الدولار؟ يعني خلينا نكون يعني بالنسبة للذهب، الذهب كان هناك مقومات أفضل بكثير، يعني من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعات أكثر حدة، ولكن ما يحدث فعليا هو وجود الفرصة البديلة. بالنسبة للمستثمرين ينظرون إلى الذهب كملاذ آمن كخزان للقيمة، ولكن إذا كان هناك الفرصة البديلة المتمثلة بارتفاعات صاروخية وقيمة تاريخية متتالية في الأسواق الأمريكية، يعني ووجود هذه الارتفاعات الحادة في التضخم، لكن يوجد أيضا ارتفاعات حادة في أسواق الأسهم وربحية عالية تتحقق هناك، بالتالي هذا يفتح أو يضع المستثمرين على الريسك أون مود أو الرغبة بالمخاطرة، وبالتالي يتجهون إلى أسواق الأسهم لتحقيق ذلك. ما أن يكون هناك قلق في تراجعات حادة في أسواق الأسهم يعودون مجددا إلى الذهب. الملفت بالذهب أنه كان في عندي ريسك أون مود، كان عندي ارتفاعات في أسواق الأسهم ولكن لم يتراجع الذهب. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه يوجد عندي يعني محافظ استثمارية كبيرة جدا باقية في الذهب عند المستويات الحالية تساعد في إبقائه مرتفع نسبيا، ولكن لا يوجد عمليات مضاربية على أسعار الذهب. هذا ما يحدث فعليا، ما حقق ارتفاعات حادة يوم أمس على الذهب هي عمليات مضاربية، ارتفع عندي $40 ومن ثم عاد ما يقارب $30 منهم وعاد مجددا بالارتفاع مرة أخرى ليتوقف يعني عند مستويات $70 إلى $75 $1875. من المتوقع جدا أن يعاود الارتفاعات باقترابه أكثر من مستويات $1900 للأونصة، وهذا هو المسار الطبيعي الذي ينهجه الذهب بالارتفاع. ما حصل من انخفاض في أسعار الذهب، كان هناك عندي فرص قوية جدا في أسواق الأسهم تم استغلالها، تم تحقيقها، عندي قمم تاريخية على الناسداك على الداو جونز ومواصلة بالارتفاعات، وصل الداو جونز إلى مستويات 35,000 نقطة وتجاوزها. بالتالي هذا ما يحدث فعليا، وجود الفرصة البديلة يقلل من بريق الذهب في الفترة الحالية ويعطي المجال للأسواق الأسهم للارتفاع. أما الآن عنا الذهب يعني بفضل الفيدرال الأمريكي والقلق الذي حدث يوم أمس وإبقاء السياسة النقدية كما هي دون أي تغيير هو مرشح لارتفاعات تتجاوز الـ $1920 للأونصة مع نهاية العام. أستاذ رائد،
لا أعتقد لا لا هذا الأمر قد يحدث خلال الفترة القادمة، خلال الشهر الحالي اللي نحن موجودين فيه قد نشهد إمكانية مواصلة للارتفاع إلى 1900 دولار للأونصة، لأنه أظهر بشكل واضح أن هناك تماسك بالاتجاه الصاعد فنيا. ننظر إليه إلى أنه قد يحدث هذا الارتفاع إلى مستويات 1900 دولار للأونصة مع نهاية الشهر الحالي، نتيجة أنه يعني الضغط الكبير، المحافظ الاستثمارية الكبيرة، الانخفاضات الحادة التي حدثت في البيتكوين وأسواق الأسهم كذلك الأمر سببت يعني دفع أسعار الذهب بالاتجاه الصاعد، وأعتقد سوف يستمر بالارتفاعات هذه ولكنها ليست بنفس الرينج الذي حدث أو المدى الذي حدث يوم أمس 40 دولار في يوم واحد. يعني يبقى الذهب بنهاية ملاذ أمن مهما طرح من بدائل. بقية العملات الأخرى كيف تنظر إليها أستاذ رائد؟ هل من عملة عالمية هي أيضا تعتبر ملاذ أمن؟ ربما الين الياباني مؤشره قوي يحافظ على ثباته، خاصة أن الدولار يعني هو يبدأ بالتهاوي نتيجة الأزمة التي تمر بها أو التي مرت بها وما زالت تمر بها الولايات المتحدة. بلا شك الين الياباني والفرنك السويسري تعتبر ملاذات آمنة بالنسبة للعملات أو لسوق العملات على وجه التحديد، وذلك نظرا لأنه غالبية الدين العام الياباني هو دين داخلي، وبالتالي ذلك يزيد من جوهرية وقيمة الين الياباني إجمالا، ويتم اللجوء إليه كملاذ آمن في حالة القلق أو الخوف، لأن القلق أو الخوف يعني فقدان ثقة بالعملة، ومن الصعب أن تفقد ثقة بعملة يعني دولتها مستدينة من الشعب نفسه أو تقوم بالاستدانة بشكل كبير داخليا، وهذا يعزز من قيمته، وهذا ما يحدث فعليا في الين الياباني وفي الفرنك السويسري على وجه التحديد. بالتالي نحن عم نتحدث عن هذه العملتين. بالنسبة للفرص المؤقتة التي تحدث حاليا، اليورو على سبيل المثال مع ارتفاع الـ يعني نسب التطعيم التي تحدث في المنطقة الأوروبية بشكل عام، أعتقد يدفع ذلك إمكانية أن يكون في عندي وصول إلى مستويات تفوق 1.2150 بالنسبة لليورو دولار أمريكي، وارتفاعات قد تصل إلى مستويات 1.22 بسهولة خلال تعاملات الأسبوع القادم بفضل عودة افتتاحات الاقتصاد الأوروبية 1-2، أيضا ارتفاع نسب التطعيم ثانيا، انخفاض عدد الحالات بكورونا ثالثا، وهذا دخول موسم السياحة أيضا في أوروبا بشكل عام في فترة الصيف، هذا من شأنه أن يعزز ارتفاعات في اليورو مقابل الدولار الأمريكي على الأقل خلال الأسبوعين القادمات وتجاوز المستويات اللي ذكرتهم. الين الياباني يعني ارتفاعاته أمام الدولار الأمريكي خجولة ومنخفضة نسبيا، لأنه يعني الدولار يعني أنه ليست إلى الحد الأعظمي بسبب واضح وصريح أن هناك في تفاؤل في إيجابية، لا يوجد هناك قلق، الحالات تنحسر، بالتالي لا يوجد يعني حاجة لشراء الين الياباني كملاذ آمن. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ رائد خضر محلل أسواق الأسهم، كنت ضيفي لهذا اليوم، شكرا جزيلا لك أستاذ رائد. We'll be right back.